طيب نسأل واحد من أهم اللعيبة اللي لعبوا المنتخب مصر على مر التاريخ، من أهم المدافعين يمكن على الإطلاق في تاريخ منتخب مصر، اسم كبير في تاريخ النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني، كابتن الكبير كابتن سمير كمونة. كابتن سمير مشرف ومنور وحشني جدا. حبيبي يا كيم وما شاء الله عليك، وانت عاجبني جدا يعني، مش هقدر اقول لك برافو يعني، انا انت كلامي فيك مجروح بصراحه. انت حبيبي حبيبي يا كابتن سمير والله منور الدنيا. طيب المواجهه خلاص احنا بنتكلم في 19 ساعه واقل من 19 ساعه، ويمكن الكلام دلوقتي الاهم فيه شويه كلام تحفيزي وكلام مهم، واحنا بنتكلم مع واحد من الكباتن الكبار اللي لعبوا المنتخب مصر ولعبوا في مواقف صعبه كثيره. تقول ايه لاعبي منتخبنا الوطني قبل ساعات من هذه المواجهه الكبيره؟ كل التوفيق لمنتخبنا الوطني ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله نحقق الحلم يا رجاله، ده حلم كلنا بنتمناه يعني من كل يوم، بنتكلم في سنين. الكره دلوقتي بقت ملعبكم، المباراه الاولى عدت على خير الحمد لله، فوزنا 1-0، الاداء كان يعني مطمئن شويه او متوسط، انما المباريات النهائيه كريم ما بتبصش على الاداء اكتر من النتيجه. صح، معروفه بالنسبه للمدربين العالميين بيتكلموا في النقطه دي، نقطه مهمه جدا، انت بتتكلم في النتيجه قبل الاداء. صحيح، لان الاداء زايد يعني، النتيجه بتبقى محفوره في التاريخ في قاموس كره القدم، ان مصر كسبت السنغال او صعدت على حساب السنغال بالسنه والتاريخ والتوقيت، دي نقطه مهمه جدا برضه. صحيح طبعا، بالتاكيد لازم تعرف برضه ان انت بتتكلم في مع منتخب اول، تصنيف اول لمنتخب في افريقيا منتخب السنغال، الكواليتي بتاع اللعيبه على اعلى مستوى، لكن المباراه الاولى احنا قرينا الجيم صح، صح، ودافعنا كويس، هجومنا كان اقل، لكن انت خدت التارجت بتاع المباراه بتاعك، انت مكسب مفيش جون دخل فيك، يعني توتال المباراه انت خلاص نجحت وجبت هدف وحافظت على شباكك، ده النجاح الكبير بالنسبه لك بالنسبه لاول مباراه. لما سالوا اليو سيسين النهارده المدير الفني لمنتخب السنغال، قالوا انت عملت مباراه جيده المباراه الاولى، قال لهم ما ينفعش اقول عملت مباراه جيده وانا خسرت 1-0، وبالتالي احنا من حقنا نقول ان احنا عملنا مباراه جيده عشان احنا اللي كسبنا 1-0. بالظبط، هو كده المدربين، اي مدرب واعي بيبقى عارف وعامل حساباته وعامل سيناريوهات للماتشات دي، هم ماتشين ويحقق الحلم. صح، هو عمل ماتش كويس قوي بس مصر كسبت. احنا عملنا ماتش كويس قوي في النهائي ونسبه تفاوض عاليه ورحنا للجون وضيعنا وهم كسبوا بضربات الحظ. صحيح، هي الكوره كده. صح، فمش هتديك كل حاجه. صحيح. طيب كابتن سمير، بكره ان شاء الله او بعد ساعات يعني عندنا اثنين مدافعين جداد هيلعبوا المنتخب مصر، اثنين مدافعين مش جداد، اقصد بيهم ان هم ما بيخشوش في قائمه المنتخب في الفترات الماضيه، نصيحتك ليهم ايه؟ وتطمن جمهور مصر بايه؟ خاصه ان احنا بنتكلم في شكل دفاع المنتخب مصر كان دايما مميز سواء في كاس الامم الافريقيه او في مباراه السنغال الماضيه. والله يا كريم احنا طبعا مصر كلها من ساعه ما بدات فيها كره القدم مشهوره او مصر ولاده بالمدافعين بالاخص يعني، طبعا كل المراكز طبعا في نجوم كبار واساطير، لكن المدافعين تملي بتتكلم كعلامات يعني، اسامي لو قلت يعني هقول مثلا 10 15 اسم في المكان ده، لكن طبعا الظروف اللي حصلت لكيروش مستر كيروش، طبعا الكروت للونش واصابه عبد المنعم يعني الف سلام عليه، هو بيفكر هو محتار على فكره، عنده اربعه كويسين قوي يعني، عنده ياسر ابراهيم وعلي جبر وعنده رامي ربيعه وعنده ايمن اشرف ومحمود علاء. صحيح، بيتكلم اربعه خمسه كويسين جدا، لكن مين اللي هيتناسب مع مباراه السنغال؟ مين امكانيات المساك اللي هتتناسب مع امكانيات لعيبه منتخب السنغال؟ هي دي نقطة مهمة جدا جدا، هو هينقي الأفضل والأحسن، هينقي واحد عنده سرعة وهينقي واحد عنده بيلعب بالراس وعنده جيكوف كويس قوي. أنت شايف مين؟ شايف مين يا كابتن سمير الاثنين اللي لعبوا بكرة إن شاء الله؟ والله أنا شايف ياسر إبراهيم وعلي جبر، دول أنسب اثنين ورجليهم في الملعب، وعلي جبر بيلعب مع بيراميدز في افريقيا في الكونفدراليه وبيلعب ماتشات الدوري كتير ومش بعيد عن المنتخب، ياسر ابراهيم موجود مع النادي الاهلي بسبب مستواه، لعب بطولات كتير على المستوى الدولي، اخر مباراه كانت رجله في الملعب. صحيح،
بعيد يعني ايمن اشرف ليه كل احترام والتقدير، كان بقاله فتره بعيد، رامي ربيعه بقاله فتره بعيد، محمود علي بقاله فتره بعيد. انا بتكلم برضو للسنس بتاع المدرب، هو بيفكر في ايه؟ هو بيفكر في واحد بيلعب بالراس كويس قوي، لان عندهم الفاولات الكروس باس كمان يا كريم طبعا، طبعا مشكله صعبه جدا، اي ثوابت صعبه علينا جدا. هما كمان عندهم اطوال اطوال علي جبر عشان بيلعب بدماغه كويس، صحيح، وياسر ابراهيم نفس الكلام، وياسر ابراهيم بيجيد الرقابه، يعني نقى اثنين ممكن يمشوا مع بعض، مع ان خلي بالك اي اثنين هيلعبوا بكره الموضوع هيبقى صعب بالنسبه لهم جدا. انت بتنقي اثنين في قلب الدفاع مش هيلعبوا اثنين جداد، ما لعبوش مع بعض بقالهم كتير، ممكن صحيح. في التمرين احيانا انما مش كافي. صحيح. فدي برضه خلي بالك ممكن تاثر شويه شويه. وطبعا هم عندهم يعني عبده ديالو طبعا في خط الظهر مش هيلعب، وده لعيب مؤثر جدا. صحيح. وانت عندك الونش وعبد المنعم، فانا شايف يعني ان شاء الله ربنا يوفق الاثنين دول لو ليهم نصيب، او اي حد كان يلعب يبقى راجل باذن الله ويقدر ان هو يحمي منتخب مصر ان شاء الله. الكابتن الكبير كابتن سمير كمونه نجم منتخبنا الوطني الاسبق ونجم النادي الاهلي الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.